بلاد خير، معاكم فاروق حسن من ستارت اب جرايند. احنا ستارت اب جرايند مؤسسه موجوده في اكثر من 150 دوله، اكثر من 150 مدينه، حوالي اكثر من 50 دوله في العالم. احنا ماسكين الفرع هنا في القاهره. هدف الايفنتس بتاعتنا اللي احنا بنعملها بتبقى خاصه برياده الاعمال والشركات الناشئه والستارت ابس. الايفنت بتاعنا بنعمله بشكل شهري، كل شهر بنحاول احنا نعمل هدف جديد او شكل جديد، او بنقدم بنوصل فكره معينه بتفيد بيها رواد الاعمال او الناس اللي لسه بتبتدي افكارها وعايزه تبتدي مشاريعها. الايفنت النهارده بيتكلم على ان الفكره مش اهم من التنفيذ. في مثلا في مصر كده ناس كتير بتتكلم عنه ويقول لك ان لو انا معايا فكره مليون جنيه، هي فعلا الفكره مش ما تسويش جنيه حتى، هي لو ما تخلصش التنفيذ. فاحنا النهارده جايين نتكلم، او السبيكرز بتاعنا جايين يتكلموا عن ان الفكره مش اهم من التنفيذ. لو الفكره ممكن تكون مش جامده جدا، مش ضعيفه، مش حاجه اول مره حد يعملها، بس ممكن تكون فكره قويه. معانا النهارده مصطفى نجيب جاي بيحكي عن الموضوع ده، وجايين بقى جايبين احمد عزت ومحمود عبد المعطي هيتكلموا اكتر عن ازاي اللي احنا ممكن ننفذ حاجه زي كده، او ازاي بقى اليه التنفيذ. هيكلمونا عن البيزنس موديل وازاي نعمل بيزنس موديل شيفتنج والكلام ده.